السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك في الاستاذ شيرين. طبعا مسوي شرح كيف تسوي صفارة انظار في مابك. قبل ما نبدأ المقطع لازم تضغط اللايك والاشتراك والنشر ويلا نبدأ. اول شيء لازم تحتاج شيء، هذا اول شيء السماعة والزر. السماعة تلقاها في الاجهزة، تروح هنا تلقى هذه، اوكي. اما الزر تلقى هنا، الزر تلقى هنا، اوكي. أجهزة السماعة تروح هنا، أوكي. خيار الصوت، أنت تبي صوت يعني تضغط الزر وش تبي صوته؟ أدور أنت، ما أدري هذه أسامي غريبة، ندور ليه ما تلقى الصوت اللي تبي. أوكي أنا محدد الصوت. الصوت تبي على حسب الصوت وين تبي، تبي عالي ولا منخفض ولا صاخب ولا عالي مرة. أوكي هنا مسافة الصوت. إذا حطيت الجزيرة كلها أول ما تضغط الزر الجزيرة كاملة يطلع لها صوت. أما إذا حطيتها يا متوسطة بيجيك نص الجزيرة بينسمع الصوت. أما إذا حطيت الجزيرة كلها يجي الصوت كامل الجزيرة. سلوك عد التشغيل، إذا جيت تضغط الزر أول ما تضغط تاني مرة تضغط الزر تبي يطلع صوت مرة ثانية ولا لا؟ إذا تبي يطلع صوت مرة ثانية حطها عد التشغيل، أما إذا ما تبي حطها جاهز. أنا بحطها عد التشغيل. اسحب عليها دولي كلها. المرئي في اللعبة، اذا حطيت نعم الجرس هذا بيكون موجود، اما اذا حطيت لا مو موجود، يعني اذا بدأت اللعبة ما راح يكون موجود. انا بخليها مثلا نعم عشان الشرح. التنشيط عبد الاستلام. الحين نروح للزر، اسحب على كل شيء الا هنا. هنا عاد انت وش تبي تسميه، تشغيل صفارة الأنظار كيف كان، ما بكتب شيء. تروح عند التشغيل، عند التشغيل القناة الفاضية عندك، تبي تشوف القناة الفاضية عندك، أنت مضيع ما تدري القناة الفاضية عندك وش. تروح عند جزيرتي تضغط على R3 أتوقع L3 ما أدري، المهم تضغط على ذا الجير ويطلع لك القنوات اللي مستخدمها. أنا القناة 14 مستخدمها حقت الصفارة، فبحط قناة 14. اوكي القناة اللي حطيتها هنا تحطها، لازم هنا تحطها هنا التنشيط القناة اللي حطيتها في الزر. اوكي الحين تقريبا سويت اغلب الاشياء اللي قلت لك اياها. الحين تبدأ اللعبة. اوكي انا شوف راح الجرس لاني انا ما حطيت الانظار، ما خليته موجود، حطيته مري عشان الحين ما طلع. اوكي الحين تضغط الجرس، شوف الحين بيطلع صوت، تضغط الجرس لاحظ طلع صوت، لاحظ طلع صوت، شوف الحين شغل مرة ثانية طلع صوت. وبس كان هذا الشرح. لازم تضغط اللايك والاشتراك والنشر. مع السلامة.